السلام عليكم. إن كنت من متابعي كرة القدم فلابد وأنك سمعت بلقب الديوك والذي يطلق على منتخب فرنسا. هذا اللقب اشتهر بشكل أكبر بعد فوز فرنسا بكأس العالم عام 1998 ليصبح أيقونة عالمية. وكما يعلم معظم المتتبعين فإن تسمية منتخب الديوك جاءت بسبب وجود الديك على قمصان المنتخب الفرنسي باعتباره الشعار الرسمي للاتحاد الفرنسي لكرة القدم. فما قصة هذا الديك؟ ولماذا يعتمد كشعار للمنتخب والاتحاد الفرنسي؟ حكاية الفرنسيين مع الديك بدأت حينما اتخذوه كرمز لهم منذ الحروب القديمة في العصور الوسطى، وذلك رداً على قيام أعدائهم باستخدام الديك كرمز للسخرية منهم. ورغم أن اللقب اتخذ كسخرية إلا أن الفرنسيين ارتبطوا به واعتبروه رمزاً للعناد ورفض الهزيمة الذي يتصف به هذا الديك. بعد ذلك ارتبط الديك بالهوية الفرنسية، إذ يعتبر رمزاً وطنياً غير رسمي للشعب الفرنسي يقابله تمثال ماريان الشهير الذي يعد الشعار الوطني الرسمي لجمهورية فرنسا. وحتى الآن من السهل أن تجد صور الديك على بعض المباني في فرنسا، كما تم طباعته على قطع النقود الذهبية الفرنسية في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. وفي الثقافة الفرنسية الديك له قيمة ورمز كبير بالنسبة لهم، حيث يدل على الإيمان والنور، ويمثل صياح الديك في صباح كل يوم جديد انتصاراً للنور على الظلام وانتصار الخير على الشر. كما يستخدم الفرنسيون الديك كتعويذة للنصر ورمز لجلب الحظ، إضافة لاعتباره رمزا للمقاومة والعناد ورفض الاستسلام. أما بداية استخدام شعار الديك في الرياضة الفرنسية فكانت عام 1909 عندما اتخذه الاتحاد الفرنسي كشعار له، فوضع المنتخب الفرنسي لكرة القدم صورة الديك على قمصان اللاعبين، ومنذ ذلك الحين استمر تواجد الديك على قميص المنتخب الفرنسي. وعلى نهج منتخب كرة القدم اتخذ أيضاً منتخب فرنسا في رياضة الركبي الديك شعاراً له. ومع مرور السنين ازداد تمسك جماهير كرة القدم الفرنسية بشعار الديك، وتفضل إطلاق لقب الديوك على منتخبها، وكثيراً ما تصطحب الجماهير مجموعة من الديوك الحقيقية في المدرجات خلال مباريات المنتخب الفرنسي. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن.